السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى محطات مغاربية لهذا الأسبوع. اليوم ستكون حلقة خاصة سنتان بعد إجراءات الانقلاب كما يصفها البعض في تونس، إجراءات قيس سعيد في 25 من يوليو 2021. سنتان بعد هذه الإجراءات، ما الذي تغير في تونس؟ ما الذي حدث جديدا؟ كيف هي التطورات؟ كيف هو المشهد السياسي الاجتماعي الاقتصادي؟ كيف هي العلاقات الخارجية؟ كل ذلك نحاول أن نحوصله اليوم في حلقة خاصة من محطات مغربية، فأهلا بكم. من العناوين التي رفعها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 من يوليو 2021: التغيير، الإصلاح، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هكذا تحدث قيس سعيد. ولكن نحو ماذا؟ تغيير النظام السياسي، تغيير الدستور، تعليق العمل بالدستور السابق دستور 2014، إغلاق البرلمان، تجميد صلاحيات البرلمان، حل الحكومة، كل ذلك حصل محطات منذ 25 من يوليو 2021 إلى الآن. محطات سياسية مهمة لها انعكاسات وتداعيات على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نتابعها مع بعض. إذن ما الذي تغير في تونس سنتان بعد الإجراءات أو الانقلاب في تونس في 25 من يوليو 2021؟ تحركت أشياء كثيرة أكيد في تونس، نحو ماذا وفي أي اتجاه؟ معنا الحديث في هذا الموضوع من تونس الأستاذ لمين البوعزيزي، العضو المؤسس في حراك مواطنون ضد الانقلاب. أستاذ لمين، أهلا بك. مرحبا بك أستاذ محمد، تحية لك، شكرا على الدعوة وتحية لكل مشاهديك. دعني بداية أحين بعض المفردات والمفاهيم. مؤخرا في تونس حصل جدل، فتح قوس للحديث، هل هي إجراءات أم انقلاب؟ كان هناك خلاف حتى داخل الصف من يعارض الإجراءات هذه وكان يصفه بالانقلاب، وكأن بعض التعديلات بدأت تطرأ على بعض العقول السياسية في تونس. تعليقك أستاذ لمين. نعم، هو أخي محمد أستاذ، يعني من خصائص المشهد السياسي في تونس اغتصاب المعاني. زمن يعني بن علي القوصصة تسمى، يعني كان رفع الدم أو الزيادة، يعني تسمى معناها تعديل في الأسعار، وبالتالي أنه هذا أنه انقلاب، أنه يعني دبابة تقف أمام البرلمان ودبابة أمام الـ يعني قصر الحكومة وتسمى إجراءات. يعني عموما من تحدثوا عن إجراءات هم الأكثر تضررا من يعني إجراءات 25 يوليو، خلينا نجرهم من ألسنتهم. يعني من قالوا إجراءات هم الأكثر تضررا باعتبارها داستهم المؤسسة، يعني النقابيين إلى حد اليوم يرفضون الحديث عن انقلاب، زعم سيتقاطعون مع من تم الانقلاب عليهم، لكن اليوم نشهد دهسهم، يعني تقريب فشل، يعني تقريب تتابعون إضراب يعني الحجب في التعليم الأساسي والانسحاب المذل والتراجع بأي يعني مكسب. وبالتالي أخي هذه مسألة إجراءات، والحال أنه انقلاب، والحال أنه دبابة أمام البرلمان شهدها كل العالم ويسمونها إجراءات. الحمد لله أن أكثر المتضررين منها هم هللوا لها. سنتان بعد 25 يوليو 2021، قيس سعيد تحدث عن الأزمة الاقتصادية، تحدث عن كورونا، تحدث عن الخدمات، تحدث عن اللوبيات، عن الفساد، عن الاحتكار.
سنتان بعد ذلك لا زالت هذه الممارسات موجودة، لا زال هذا المشهد بأكثر ثقل على الواقع في تونس، بل مع ذلك هناك ثقل آخر، هناك قيود، فقدت الحرية في تونس، لا حياة سياسية، لا مناخ ديمقراطي، والإعلام الذي كان مفخرة إلى حد ما في تونس بعد الثورة 14 من يناير أصبح الآن إعلام مدجن. هكذا يرى المشهد سيد لمين؟ نعم أستاذ محمد، سأنطلق من آخر جملة لكم، يعني ما الذي تغير وتحدثتم؟ الذي تغير الكثير أخي، يعني قتلت السياسة في تونس يعني. انقلاب 87 أيام بورقيبة، أيام رئاسة مدحية، كان انقلابا هلل له، خليني أقول لك يعني أغلب المشهد السياسي، الاعتبار أنه انقلاب جاء بعد يعني الرئيس الذي أراد أن يقضي نظام البيات فانتهى بايا، الرئيس الذي أدى الملكية يعني وإقامة نظام جمهوري لكن انتهى ملكا، وبالتالي رحب الناس بذلك الانقلاب وإن دفعوا الثمن باهظا لاحقا. لكن انقلاب 25 جويلية يوليو 2020 جاء بعد 10 أيام من الحيوية السياسية، كما كنتم يعني تقولون كانت الحريات السياسية وحريات الإعلام في سقف يعني تقريب أثار بهتة حتى الدول الراسخة في هذا يعني الأمر منذ قرون، لكن الآن سنتان انتهى كل شيء. انتهى كيف أخي؟ ها، لأنه طبيعة الانقلاب شعبوي، الشعبوية عندما جاءت لم تتحدث عن يعني تقريب تخوين الثورة، لا، يعني أنه حامي حماد ثورة وأنه من حكموا كانوا، يعني صار نوع من تزييف العقول، نوع من الـ من الـ يعني المقاطعة، وبالتالي قال لهم حنجيب الصين ونشبع كل جعان. كره الناس الأحزاب، كره القضاء، كره الإعلام، يعني تقريبا هو قضاء على كل المعاني، على كل ما رسخته الثورة. خلي أقول لك أمر آخر، كل ما ناظر في سبيله المناضلون واستشهد ورابط ويعني هجر أولئك الفئات، أولئك الفئات يتم إقتال كل تلك يعني التضحيات، ونحن اليوم نعيش في صحراء، ملك يعيش أو في البلاد بالمراسيم. حتى أن أعمل استشارة وأعمل دستور وعمل برلمان، هذه المسائل كلها لا مفعولية لها في الأرض، هو يعني الحاكم بأمره. نحن الآن نعيش جماهيرية القتيل، جماهيرية مفلسة، لا سيت، لا طماطم، لا 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 خبز ولا أي شيء، جمهور فيا الحاكم بأمره لكنه مفلس. أنا دعني أعود إلى محطات مهمة جدا قبل 25 يوليو 2021. كانت هناك إرهاصات تقول بأن الغرف المغلقة المظلمة تشتغل على شيء ما في تونس، حاولت في 2013، حاولت في 2017 وكررت. يعني لماذا الفاعل السياسي المؤمن بالديمقراطية، وأنا سأعود هنا إلى مسألة الفاعل السياسي المؤمن بالديمقراطية في تونس، على قلتهم في تونس، دعنا نقول بوضوح المشهد يوم 26 يوليو وأنت أدرى أستاذ لمين أمام البرلمان 217 نائب، نجد أمام البرلمان يعني على أعداد أصابع اليد، وهذه الحقيقة سؤال يطرح، هل كانت ديمقراطية تونسية بلا ديمقراطيين؟ ولكن أعود مع ذلك في هذه المقدمة، الفاعل السياسي المؤمن بالديمقراطية لماذا لم ينتبه لذلك؟ لماذا لم يغلق الأبواب؟ لماذا لم يسد ذراع كما يقول السادة الفقهاء؟ سيدي محمد، اولا استاذي يعني كما قلت، من اتخذوا كانوا احفاد اليمامه كانوا على مدار 10 سنوات يقولون هناك انقلاب، اني ارى شجرا يمشي، هكذا ارقاء اليمامه كانوا يقولون اننا نرى انقلابا يمشي. منذ الذهاب الى انتخابات 29 اكتوبر 2011 في ظل المنظومه وبشروط المنظومه، قلنا ان المدينه سيتم يكون أنفسهم حراس، ولن يستطيعوا تغيير يعني قيد أنملة. أولاً الساعة ما بالانتقال الديمقراطي يعني جرى في أجواء القبول بالمنظومة القديمة. خليني نذكر سادة المشاهدين معكم أستاذ محمد، هناك شهيد كبير تقام له النصب في كل مكان في هذه البلاد، بعد 14 جانفي قابل إحدى يعني
رفيقاتي، وهي اليوم من أكثر أعضاد الرئيس المنقلب، بالأحضان قبلها وقال لها مبروك خذينا رخصة، يعني رخصة حزب. تصور أنت في اعتصام القصبة الثانية 2011 عندما كانت السلطة مطيشة وكانت إرادة الشارع وكانت 100,000 اللي تشوفوا فيها في القصبة فرحان أنه خذها تأشيرة من وزارة الداخلية متاع بن علي. هل هذه النخب استوعبت وصدقت أنه ثورة، يعني ثمت ثورة في البلاد أم لا؟ هذه نخب إصلاحية لم تقطع مع المنظومة وما زالوا زبائن إلى المنظومة، من حكموا ومن عارضوا. هذا أمر أول. الأمر الثاني أستاذ محمد، هناك مفكر أكيد أنه يكون مرات عندك ضيف، الأستاذ أيمن البغاني عاكس كل الناس، قال أنتم محتارون كيف حدث انقلاب بعد 3 انتخابات، لأن القاعدة تقول بعد 3 انتخابات يصعب الانقلاب على الديمقراطية. قال لهم أنا أقول لكم أنا حاير كيفاش الديمقراطية عاشت 10 سنين، مش كيفاش الديمقراطية تم الانقلاب عليها بعد 10 سنين. الاعتبار أنه 25 جويلية 25 يونيو 2021 كانت التتويج للانقلاب، الانقلاب لم يأتي يوم 25 يوليو 2021، لكن كان ما يقوله العرب القشة التي قسمت ظهر البعير. الانقلاب كان يمشي على مدار 10 سنوات لكنه نضج بشكل سافر يوم 25 يوليو. أخي محمد، من حكموا الآن نقول هذا الكلام ونحن في قلب الهزيمة، صحيح نقاوم لكن الانقلاب كما قلت لك أنهى كل شيء في البلاد. هؤلاء كانوا غنائميون، هناك مثل ما كانت هناك جهود للانقلاب على مدار 10 سنوات هناك التفاف. من حكموا يعني تقريبا كان يقصيك أخي محمد، كان لا يستمع لك، كان يقول لك أنت 0، كانوا يعني سكارى سلطة وبثقة معناها الناس، لكن لم يدركوا أمرا وحيدا. وأنا كنت ضيفا عليكم في إسطنبول وحكيتم لي أمر كيف أجهض الناس الانقلاب ذات يوم في إسطنبول. الحامل الاجتماعي الأكثر استفادة من الديمقراطية هو الذي خرج في الليل وحما الديمقراطية. هل في تونس معناها هل زاد مواطن واحد مؤمن بالديمقراطية بخلاف المناضلين اللي دافعوا عليها على مدار عقود طويلة؟ 0-1 جديد، يعني أن المنجز على مدار 10 سنوات لم يوسع من الحامل الاجتماعي المستفيد من الديمقراطية. كان الجو يعني تقريبا موظفين ونقابيين حلبوا الدولة حتى بالت من الحلبي بقاموس مظفر النواب. هؤلاء الذين استفادوا ونفذ آلاف الآلاف من الإضرابات وعملوا زيادات وعملوا ترقيات وعملوا امتيازات وعملوا تلفزيونات وعملوا كل شيء، سنعاد حدث الانقلاب خرجوا وزمروا وهللوا الديمقراطية في تونس. أنا معك أنها بدون ديمقراطيين. الذين حكموا قيس سعيد أن يحسب له شيء أستاذ، أنه دك من أراد وهو منقلب. لماذا الديمقراطيون سيادتك تعرف أنه النظام الديمقراطي أصعب من الانقلاب، لماذا كانوا مرتبكين ولم يلجموا كل هؤلاء كل أعداء الديمقراطية؟ استثمروا في ضعف الديمقراطية فكان لهم 25 طيب. يوليو 2021. أستاذ لمين، في لحظة الفرز 25 يوليو 2021 كانت لحظة فرز بين الديمقراطي ولا الديمقراطي، بين الفاشي المستبد وبين المؤمن بالمواطنة ومؤمن بالحرية ومؤمن بالاختلاف. في لحظة الفرز هذه ما هي النتائج ثم ما هي الدروس؟ نعم أستاذي، أكثر أمر أهداه لنا الانقلاب هو أنه على مدار 10 سنوات الوحيدة اليتيمة على موائد اللئام كما يقال هي يعني الديمقراطية، بمعنى أولئك الحشود، هناك الأحزاب، هناك المناضلون الذين دفعوا الأثمان الغالية يعني في مواجهة الاستبداد. لكن أخي محمد السادة المشاهدين، إن تصارح أمام التاريخ، كل الذين ناضلوا من أجل مشاريع يعني وليس من أجل الديمقراطية، العروبي، الإسلامي، اليساري، كلهم دفعوا أثمان باهظة لمقاومة الدكتاتورية، لكن ليس دفاعا عن الديمقراطية لكن دفاعا عن نماذج يريدون بناءها، وهذا حقهم، هذا حقهم يعني على فكرة. لكن لما جاءت الثورة من خارج تنظيراتهم ومن خارج تنظيماتهم ومكنتنا من نظام ديمقراطي، هذا النظام الديمقراطي عاش يتيما ولم يجد مشتركا، يعني لم يتحول إلى مشترك بين يعني هؤلاء. دافعوا عن كل شيء لكن لا أحد قال يا جماعة
راه دافع عن مصالحكم، لكن داخل السفينة عندما تثقب السفينة ارموا كل شيء ويعني انقذوا السفينة. عندما هددت الديمقراطية وجدنا يعني أطياف متنافية لم تدرك أنها خسرت كل شيء يوم خسرت الديمقراطية. منذ نشأ مواطنون ضد الانقلاب، وسيادتك كنت واكبتها بلحظة بلحظة، نشأت من خارج التنظيمات ومن خارج التنظيرات دفاعا عن الديمقراطية، لبى كل الذين تضرروا من الديمقراطية، وأصبح عندك شارع ديمقراطي يدافع عن الديمقراطية، فيه العروبي وفيه اليساري وفيه الإسلامي، فيه شارع من الإسلاميين يدافع عن الديمقراطية. الآن حتى لو يحكم حزبه بالديكتاتورية سيقول له لا، أفضل ما أهدته لنا أهداه لنا الانقلاب هذا الفرز الرائع أن اليوم للديمقراطية أنصار يدافعون عنها. تقول لي إيش عملتوا هذا يعني؟ وأنا كنت سأسألك وما نصيبها من المقاومة هذه الديمقراطية؟ هل يعني هذا النفس أستاذ لمين، يعني غدا جبهة الخلاص الوطني دعت إلى وقفة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، يعني دعنا نقول بوضوح، أنا يعني عندما أتابع ما يحصل في تونس أسترجع نضالات الديمقراطيين والمقاومين في أمريكا اللاتينية، في شيلي وفي الأرجنتين، في عدة من الدول التي شهدت نماذج حقيقة تاريخية وأيقونات. تونس يعني تكتب نموذجها بطريقتها. الآن هذا النفس الديمقراطي كيف يقاوم أستاذ لمين؟ هذا النفس الديمقراطي كيف يصمد الآن؟ سيدي محمد، حتى لا أكون يعني متشائما، أقول لك على مدار السنتين التي يعني مضت في عمر الانقلاب، الانقلاب سقط أخلاقيا، سقط سياسيا. الانقلاب اليوم يحكم بالسلاح، يحكم عاريا. أخي محمد، هاو تحدي أستاذ، وعلاقاتك الكبيرة في الحوار أو شوف قناة الجزيرة أو كذا كذا، جيب لي وجه واحد محترم اليوم قادر يدافع على منظومة الانقلاب. الكل انسحب حتى أولئك الطامعون، وبالتالي أقول لك الانقلاب سقط، الانقلاب لم يعد موجود في تونس. اليوم عندك طغمة تحكم بالسلاح. هو عندما قال عندي تفويض شعبي، هذا يعني ما يعنيني، يعني عنده يعني آلاف أو قل يعني ملايين تزكيه وتقول له أنا معك. جربهم في الاستفتاء يعني ريتوا النسبة المئوية، جربهم في الاستشارة ريتوا النسبة المئوية، جربهم في انتخابات ما يسمى بالبرلمان ريتوا النسبة يعني المئوية. أنصاره غير قادرين للخروج إلى الشارع، يحكم بالسلاح السافر. هذا ما معنى إسقاط الانقلاب. يعني الانقلاب لا يحكم بمشروعية ولا يحكم يعني رضا شعبي، لم يبقى له إلا أن يقمع، يتفضل الناس أو الديمقراطيين يخرجون. اشتر قيادة مقاومة الانقلاب موجودين في الزنازين، صفر تهمة، قال لهم أنتم خونة، عنده كل المخابرات والإعلام يعني القضاء وكل شيء، ومع ذلك لم يوجه لهم ما يدينهم، هم مجرد أسرى في الزنازين. ومع ذلك كما قلت الناس ما زالوا يخرجون في هذا الطقس الجحيمي القاتل، هذا بلدنا يبث من جهنم. ومع ذلك ستجد غدا بضع آلاف في الشارع يقولون يسقط هذا الانقلاب، لن نسلم في الديمقراطية ولن نرضى بالتعليمات ولن نرضى بالمراسيم. هذا ما يعنيني، يعني هناك شارع، إذا الانقلاب مش باش يعمر أعمار بيد ربي، لكن في قادم الأيام لن تجد هذه الأحزاب التي أفشلت الديمقراطية، ستجد ديمقراطيين ينجزون. أنا أقول لك هذا الكلام أخي محمد، في بعد ما بعد الإطاحة بالانقلاب ستجد مشهد سياسي مختلف تماما، ستجد ديمقراطيين يعملوا مشتركات قادرة تعيش 10 أو 15 سنة حتى نخرج من الديمقراطية المحروسة إلى الديمقراطية التي تحمي نفسها بنفسها. خطيئة العشر سنوات أنهم تنافسوا وكأن الديمقراطية ناجزة، والحال أن الديمقراطية في وضع بناء. بعد هذا الدرس المر من سيتواصل معناها، من سيعرضون أنفسهم وبرنامجهم إلى الشارع عندما يحكمون لن يحكموا حزبيا، بل سيحكموا بمشترك وبكتلة تاريخية كبيرة تحمي الديمقراطية لمدة عقد أو أكثر. طيب أستاذ لمين، وأنت تتحدث عن الشارع قبل الحلقة بساعات كنت في درجة مع بعض الزملاء حول لحظة محمد البوعزيزي، لحظة مكثفة، لحظة كانت تحمل الكثير، حمولتها ثقيلة جدا
ولكنها أيضا كانت حمولة نوعية، لأن قبل ما أن يحرق البوعزيزي رحمه الله نفسه كانت هناك حالات حرق أخرى أيضا في تونس، وأنت تدري حتى أمام قصر الرئاسة في المنستير مثلا، ومع ذلك لم يحصل أي شيء. كانت لحظة بوعزيزي لحظة فارقة، كانت هناك حالة مكثفة، كانت هناك حمولة. الشارع الآن في تونس، احنا لا نريد بوعزيزي جديد ونسأل السلامة لكل الشعب التونسي، ولكن السؤال الآن ونسأله جميعا، هل الشارع في تونس الآن مهيئ لحالة تغيير، مهيئ لأن يكون هو من يغير، مهيئ لأن يكون هو من يقود خارطة الطريق إن أوجدت طبعا؟ أخي محمد أستاذي، هات نعم، لحظة 17 تحدث فيها مئات بل قل ألاف الساعات وكتبت ألاف الصفحات، لكن أقول لأخي ما زال يعني كلام يقال وربما لم يقل. لحظة 17 كثفت كما قلتم رسالتان. الرسالة الأولى، ما كان للحظة 17 أن تتحول من مأساة فرد إلى مأساة جماعة لولا وجود يعني تقريب الذي غاب بعد يبدو فقدنا الاتصال بأستاذ لمين البوعزيزي. فكرة مهمة كنا نريد أن نناقشها معه ونفهم، حتى على الأقل نفهم الآن هذا الشارع الديمقراطي وهذا النفس الديمقراطي كيف يفكر في المرحلة القادمة، وما هي خريطة الطريق التي يستشرفها من أجل الذهاب أكثر. أنا أنتظر عودة لمين البوعزيزي معنا، على كل الزملاء يرتبون الاتصال به من جديد. لمين البوعزيزي العضو المؤسس في الحراك مواطنون ضد الانقلاب والناشط السياسي والكاتب والباحث أيضا، وأردت أن أسأل أيضا حول لحظة 18 أكتوبر في تونس 2005 للمشاهد العربي. 18 أكتوبر 2005 في تونس هي ورشة سياسية جمعت كل الفرق من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حزب العمال التونسي وحركة النهضة، ثم هي التي صيغة فيها رؤى وقواسم مشتركة ساهمت إلى حد ما في تهيئة أرضية نقاش سياسي بعد ثورة 17-14 جانفي في تونس. على كل ننتظر عودة الأستاذ لمين البوعزيزي إن شاء الله بسرعة. نذكر بأن غدا جبهة الخلاص الوطني دعت منضويها وكل أنصار الديمقراطية في تونس إلى النزول للشارع احتجاجا وتنديدا بإجراءات الانقلاب 2021 25 يوليو 2021، وأيضا دعوة من أجل الكف عن الملاحقة المعارضين وهرسلتهم ومتابعتهم قضائيا وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وفي على ذكر المعتقلين السياسيين، بدأت السجون التونسية تستقبل منذ أشهر العديد من الزعامات السياسية على رأسهم رئيس البرلمان ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، كذلك أمناء عامون لأحزاب سياسية مثل عصام الشابي من عام حزب الجمهوري، ونشطاء سياسيين رضا بالحاج، عبد الحميد جلاسي، خيام التركي، غازي الشواشي، الكثير من النشطاء السياسيين والمدنيين أيضا، جوهر بن مبارك وشيم عيسى، لازهر العاكمي، كذلك العديد من أعضاء إن كان في منظمات مدنية أو أحزاب سياسية في قضايا التآمر على أمن الدولة. ومع ذلك هيئات الدفاع عن هؤلاء إلى حد الآن يقولون لا توجد أي أدلة تورط منوبين الموجودين الآن في السجون بتهم التآمر على أمن الدولة. على كل حديث في هذا الموضوع ممكن نعود له في مناسبات قادمة. لا زالت إرهاصات الوضع السياسي في تونس تلقي بظلالها على كل المشهد محليا وإقليميا. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مع مشهد آخر في تونس. عدنا معكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من محطات مغاربية لهذا الأسبوع، حلقة خصصناها لمتابعة الأوضاع في تونس، قراءة المشهد التونسي سنتان بعد إجراءات قيس سعيد في 25 من يوليو 2021، أو كما يسميها معارضوه انقلاب 25 يوليو 2021. في الجزء الأول تحدثنا عن المشهد الداخلي، واقع المعارضة، خريطة الطريق تطرحها للمقاومة كما يقول ضيفنا في الجزء الأول أستاذ لمين البوعزيزي، وهل من أفق. في الجزء الثاني نحاول أن نناقش سياسات الرئيس قيس سعيد، خاصة في ملفات متعلقة
بالسياسة الخارجية، موضوع الهجرة، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والفضاء المغاربي وانعكاسات ذلك على الواقع المحلي. ولكن في الآونة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة تحديدا، طرح موضوع المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء. اتهمت تونس والحكومة التونسية بأنها تمارس سلوكيات عنصرية، بأنها تمارس سلوكيات تخرق بها الاتفاقيات التي تنظم الهجرة غير النظامية. تدخل الاتحاد الأوروبي وطلب بين معاقفين من تونس أن تقوم بالدوار لصالح الاتحاد الأوروبي، وكانت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في 16 من يوليو الماضي. نتابع مع بعض. كما كنا نتابع بوادر أزمة بين تونس وليبيا، وحراك هذه الأيام، حراك اتصالات بين الجهات الأمنية في تونس وليبيا، وأيضا القيادات السياسية على أعلى المستوى، تحديدا في رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. معنا من تونس أستاذ بولبابا سالم، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ بولبابا، أهلا بك. لكل متابعي قناة الحوار. الرئيس قيس سعيد كان في إيطاليا في مؤتمر دولي حول الهجرة، يبدو أنه عنوان المرحلة والملف الذي كما يرى العديد من المراقبين، الملف الذي سيعتمد قيس سعيد من أجل كسب جرعات أكسجين تنقذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الاقتصادي في تونس. هل هكذا هو المشهد؟ شكرا على السؤال. هو بكل تأكيد، يعني عندما نتحدث عن ملف الهجرة، ملف الهجرة تقريبا تونس، ذكرت حتى في مقال يعني صحفي أن تونس تتفاوض مع اليمين الأوروبي في هذه المسألة الحساسة والخطيرة، مسألة الهجرة. يعني لاحظ جيدا أن ميلوني هي رئيس حزب يميني متطرف في إيطاليا، مارك روتا هو نفس الشيء رئيس حزب يميني في هولندا، ومؤخرا يعني فاز حزب يميني أيضا متطرف بالانتخابات الإسبانية. إذن فبالتالي دون أن ننسى بالطبع وزن اليمين المتطرف في فرنسا، هنا طبعا ملف الهجرة هو تقريبا ما تركز عليه هذه الأحزاب اليمينية. وطبعا لا ننسى أن حزب إخوة إيطاليا الذي ترأسه جورجيا ميلوني يعني له نقطتين رئيسيتين تقريبا في برنامجه الانتخابي، هو مسألة الهجرة، مكافحة الهجرة غير النظامية، ومسألة الطاقة. مسألة الطاقة طبعا وجد لها متنفس أو حل أو مجال من خلال اتفاقيات كبيرة مع ليبيا، تقريبا صفقة بأكثر من 8 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية والاستثمار في السوق النفطية الليبية، وطبعا ليبيا هي شريك استراتيجي لإيطاليا، ومن خلال كذلك صفقة الغاز الطبيعي مع الجزائر، والذي بمقتضاه ستزود تقريبا الجزائر عبر إيطاليا ستزود أوروبا ب 30% تقريبا من حاجياتها من الغاز الطبيعي. بقيت مسألة الهجرة. مسألة الهجرة طبعا هنا وقع التركيز فيها من ناحية إيطاليا على تونس، وميلوني استطاعت إقناع الاتحاد الأوروبي تقريبا عبر هذا ما يسمى طبعا بهذه الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الوفد الأوروبي الذي جاء إلى تونس قبل تقريبا مرتين، وهو وفد ثلاثي في رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس حكومة هولندا وجورجيا ميلوني. طبعا تونس هنا في هذا الخصوص هي من المفروض هي تفاوض يعني
لوحدها مع الاتحاد الأوروبي وتريد أن تكسب بعض النقاط. لكن الحقيقة أن مسألة الهجرة مسألة عويصة وعويصة جدا. التركيز على تونس في هذا الخصوص ربما أول شيء لقربها من إيطاليا أكثر من ليبيا أو الجزائر، رغم أن عدد المهاجرين، لا ننسى أن عدد المهاجرين من ليبيا خلال الفترة الماضية تجاوز 30,000، يعني في العشر الأشهر الأخيرة، أو عفوا في السبع أشهر الأخيرة، في من تونس تقريبا 8,000، الأسبوع الماضي فقط أو الشهر الماضي تقريبا 8,000 كما قال وزير الداخلية الإيطالي. يعني هنا المسألة التركيز على تونس دون ليبيا والجزائر، وتونس تفاوض لوحدها، ورغم أن ميلوني تتحدث عن مؤتمر أمس، مؤتمر سمته مؤتمر الهجرة والتنمية، ولكن للأسف لم نرى إلا التركيز على الهجرة وليس على التنمية، رغم أن تونس تقريبا يعني أفواج هذه الآلاف المؤلفة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يأتون إلى تونس، تونس ليس لها حدود. طيب أستاذ بولباب، دعني أتوقف معك. أنت قلت مؤتمر التنمية والهجرة والتنمية، قلت للأسف كان الحديث عن الهجرة وغابت التنمية. هذا الأسف الذي عبرت عنه أنت الآن يعني لا تتبناها ولا لا يسكن الحكومة التونسية. الحكومة التونسية وقعت على اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية، تقريبا كل التركيز على مسألة الهجرة. الرئيس التونسي قيس سعيد قال لن نكون حارس بوابة ولكن حراس حدود لأوروبا، ولكن ما يطلب منه الآن تنفيذيا على المستوى الإجرائي هو أن يكون حارس حدود لأوروبا لأكثر ولا أقل. ولماذا تونس؟ لأن تونس أرض رخوة، هناك انفلات كبير جدا، هناك غياب للدولة ومؤسسات الدولة. هنا في هذا الخصوص طبعا هو لابد من التذكير بأن في الاتفاقية التي وقع توقيعها منذ 10 أيام تقريبا في تونس، هو البند الخامس منها يتحدث عن رفض تونس للتوطين يعني بصورة صريحة. ولكن معالجة هذه المشكلة تقريبا يعني تونس بمفردها لا يمكن أن تقوم بكل شيء. السواحل التونسية تقريبا 1300 كيلومتر، وهذه الشبكات التي تقوم بنقل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس شبكات دولية كبيرة، وتحدثت عنها يعني حتى السلطات التونسية، حتى من تم إيقافه من بعض منهم بأمر في صفاقس، يعني البعض كثير منهم يعني يمر من الجزائر، البعض منهم ربما من ليبيا، يعني وهؤلاء كيف يقطعون آلاف الكيلومترات للوصول إلى تونس؟ طبعا هنا عندما نتحدث عن أنا بعد ذلك أجيبك من خلال تقارير الأمم المتحدة. هناك عصابات تهريب، يعني نحن لا نتحدث عن الغاز، نحن نتحدث عن وقائع، عصابات تهريب، وهذه العصابات تهريب البعض منها يشتغل تحت أعين الأنظمة والأجهزة الأمنية والعسكرية. في آخر الأمر هناك استهداف. لماذا نقفز على الحقائق في تونس؟ الناس كل في تونس تتحدث وكأن المهاجرين الأفارقة نزلوا من السماء، هم أتوا من الحدود. أستاذ بولباب، لا هو طبعا هو هناك تواطؤ، يعني هناك تواطؤ في جهات معينة، مع واضحة هذه. هناك طبعا هم أتوا من الحدود، قلت لا يمكن أن يقطعوا آلاف الكيلومترات هكذا صدفة. بالطبع لحظة، مسألة أخرى هنا، يعني لماذا مثلا تونس، ماذا تريد تونس بمسألة الهجرة؟ يعني لما ذكرت هذا، هي تونس يعني في اتفاقها الأخير تريد ربما استثمار هذه المسألة. طبعا هنا المساعدات الإيطالية أو الأوروبية التي أعلن عنها هي يعني تقريبا ما يقارب 150 مليون يورو لمساعدة تونس في مكافحة الهجرة، وأغلبها سيتم في شكل يعني آليات أو معدات أو تقنيات معينة. يعني هم في النهاية الأوروبيون يعطون باليمين ما يأخذونها بالشمال، وأوروبا نفسها تعيش في أزمة كبيرة، يعني خاصة في الفترة الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وربما أوروبا تغري تونس، يعني الاتفاقية تتحدث عن مساعدات لتونس ربما ب 900 مليون يورو، ومساعدات اقتصادية، نفس الشيء الاستثمار في مجال الطاقة في الجنوب خاصة التونسي، مسألة يعني هناك كذلك إنعاش، مسألة الإنعاش الاقتصادي لبعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة. يعني ولكن حتى هذا الاتفاق وحتى هذه الحزمة من المساعدات
التي يعني قيل عنها هي مرتبطة طبعا بشكل أو بآخر باتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، وذكرت ذلك حتى صحيفة لوتون السويسرية، كما حتى يعني مؤتمر يوم أمس في روما، يعني حتى الصحف الإيطالية تحدثت أن مسألة التنمية غابت، لأن في النهاية في مثل هذه المفاوضات والمؤتمرات لابد دائما أن نسأل سؤالين: ماذا تريد أوروبا وماذا نريد نحن؟ أوروبا لديها مسألة مهمة وحساسة خاصة في هذه الفترة، هي مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية. المسألة الثانية هي مسألة كما ذكرت منذ قليل، هي مسألة الطاقة. يعني دائما ينظرون إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، هناك فيها كثير نظرة استعلاء، ونظرة نفس الشيء فيها إرث استعماري كبير، ولذلك نرى حتى بعض الدول تتجه شرقا يعني لمعالجة بعض، أو تنوع على الأقل من علاقاتها كما ذكرت، لمعالجة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. مسألة أخرى أيضا لابد من الإشارة لها، وهي لذلك قلت أنا أن التحدي سيكون أكبر في الفترة القادمة. معنا في أحدث تقرير مثلا البنك الدولي يتحدث على أن يعني من سنوات 22 حتى سنوات تقريبا 2050 قد يتدفق أكثر من 60 مليون مهاجر من أفارقة جنوب الصحراء نحو الضفة الشمالية أو نحو أوروبا، يعني لأسباب عديدة، طبعا أسباب اقتصادية، أسباب مناخية، أسباب كذلك تتعلق بندرة المياه، أسباب متعددة، وهذا ما سيخلق للأسف يعني مشاكل كبيرة. وأوروبا يعني كدول أو ككيان لديها دائما رؤية استشرافية، ولديها مراكز دراسات يعني تبحث يعني في المستقبليات، تريد الحد من هذه الظاهرة. ولكن لابد من قول الحقيقة أن ميلوني يعني هي صحيح ربما تبحث عن فترة نيابية جديدة، عن تحقيق برامجها الانتخابية، تبحث عن انتخابات قادمة ربما تريد تحقيق فيها هذه الوعود، ولكن أعتقد أنها يعني أن إيطاليا بكل هذه الآليات لا تستطيع ربما منع تدفق مثل هذه أو السيطرة كليا على مثل هذه. أستاذ بولبابا دعني في هذه النقطة، وأنت أشرت إلى الانتخابات القادمة، يعني أعقب في عودة للمشهد في تونس السنة المقبلة 2021، من المفروض ستكون هناك انتخابات رئاسية في تونس. هذه الأموال، وأنت تحدثت على 150 مليون يورو، أنا أمامي أرقام الآن لثلاث حفلات في مهرجانات في تونس، ثلاث حفلات ب220 مليون يورو، يعني حفلات لفنانين ورقاصين في تونس ب220 مليون يورو، وهذه تقدم مساعدة. يعني أنا والله يعني أستغرب كيف الحكومة التونسية تقبل مثل هكذا عناوين مساعدة 150 مليون يورو حتى تكون حارس حدود لإيطاليا. على كل، أنا أذهب للموضوع الثاني، هذا فقط تعليق، أذهب أنا فقط لموضوع آخر هو الانتخابات القادمة في تونس. قيس سعيد حسب العديد من المحللين والمراقبين هو في حاجة إلى المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الهش حتى الوصول لهذه المرحلة وإيجاد تخريجات لها، أما الذهاب للانتخابات أو الله أعلم كيف ستكون التخريجة حسب قراءة للدستور الجديد. هل هذه الجرعات تقدمها أوروبا للحفاظ على استقرار تونس؟ تقدمها السعودية أيضا؟ تقدمها الدول الأخرى؟ البعض يقول حتى ما يدفع الآن هي عبارة عن الميزانية التشغيلية للدولة التونسية، إلى حد الآن لا توجد شفافية، لا واحد في تونس يعرف الآن كيف وضعية المالية في تونس إلا الأرقام التي تصدر، وهي في غالبها يعني تصعب قراءتها حتى عند محاسب عادي، يعني أرقام مشتتة ولا تعطي صورة واضحة عن الوضع في تونس. هل هكذا هو الوضع في تونس؟ تعقيب صغير قبل كل شيء فضل. على الأرقام التي ذكرتها، أنا عندما يعني الأرقام التي قدمها الأوروبيون أنا لا يعني أنا لست متفقا معها، ولا كذلك مرحب بها، لأن أوروبا إذا أرادت فعلا أن تساعد تونس في وضعها الاقتصادي، أنا يعني تابعت مثلا سابقا خلال السنوات الماضية مفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي حول ما يعرف باتفاقية لاليكا، الاتفاق المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي، وكانت النقطة الرئيسية التي طبعا الأوروبيون يريدوا أن يأخذوا كل شيء، يعني ويريدوا أن يسوقوا بضائعهم وكل شيء، ولكن كان المطلب على الأقل الرئيسي الذي اتفقت عليه منظمات المجتمع المدني هنا في تونس هو على الأقل مسألة حرية التنقل وإلغاء التأشيرة. إذا أنت أردت أن تساعدني
يعني كأوروبا، تونس هذا بلد يعني فيه الكثير من الكفاءات، على الأقل اعفي شبابه، أو على الأقل يعني رجال أعمال أو أصحاب أو الكوادر أو أصحاب الشهادات العليا من التأشيرة، وهي في أحيان كثيرة مذلة، يعني تلك الطوابير أمام يعني السفارات الأجنبية في تونس. هذا لم يوافق عليه الأوروبيون. يعني أنت كيف تريد أن تساعدني؟ أنت تريد حرية تنقل البضائع وترفض حرية تنقل الأشخاص. يعني هناك التناقض، وكما قلت هناك دائما عقلية استعمارية في التعامل مع دول الجنوب، رغم أن يعني أكثر أزمات يعني اقتصادياتنا نحن مرتبطة بدول الضفة الشمالية المتوسطة لأسباب مختلفة ومعروفة. المسألة الثانية التي تحدثت عنها هي مسألة الانتخابات. طبعا هو حتى الرئيس قيس سعيد تحدث عن الموعد الانتخابي 2024، وحتى يعني الشركاء تونس كثيرا ما تحدثوا عن هذه المسألة. وطبعا هنا هذه المسألة هي مسألة تقريبا في سنة 2024 ستكون تقريبا سنة سياسية بامتياز. ولكن هنا صحيح أنت تقول أن ربما هناك أزمة اقتصادية، هناك نفس الشيء كذلك يعني شح في المالية العمومية وفي العملة الصعبة، مسألة الهجرة لم تعالج بالشكل المطلوب. أنا يعني عندما تحدث عن الرئيس التركي أردوغان عندما تفاوض مع الأوروبيين حول مسألة اللاجئين والهجرة، يعني أوروبا تدفع لتركيا 6 مليار يورو سنوياً، والقذافي كذلك يعني عندما فاوض أوروبا وبرلسكوني سنة 2008 حول مسألة الهجرة رغم أن ليبيا دولة غنية طالب بخمسة مليار دولار ووافق عليه الأوروبيون في ذلك الوقت، قالوا أن الجيش الليبي ليس موجودا لحراسة حدود أوروبا هنا. إذن أنا لست نفس الشيء متفق مع المسألة هذه في مسألة الأرقام، هي أرقام لا شيء مقابل يعني بالمقابل مع تقدمه أوروبا لأوكرانيا مثلا في حربها مع روسيا، أرقام صغيرة وهزيلة جدا. لكن نعود من ناحية أخرى إلى مسألة الانتخابات. هناك مسألة مهمة، السلطة والرئيس قيس سعيد طبعا كما قلت هنا في موعد سياسي حاسم 2024 الانتخابات الرئاسية، هناك قبلها انتخابات الجهات والأقاليم في ربما في أكتوبر القادم، وبعد ذلك طبعا الانتخابات الرئاسية خلال 2024. لكن نفس الشيء السؤال الذي يطرح، دائما السلطة لها حساباتها وهذا معلوم ومعروف، ولكن نفس الشيء هناك حتى المعارضة التونسية كذلك هي معارضة منقسمة. يعني لنكون واضحين وصريحين، المعارضة التونسية لم تستطع الجلوس على طاولة واحدة، رغم أن جميعهم ربما متفق على تشخيص الوضع وربما يكتفون بالبيانات أو ربما ببعض التصريحات من هنا، ولكن ليس لا لديهم لا مرشح يتفقون حولها أول شيء، وليس لديهم كذلك أو ليس لديهم قدرة حتى على تجاوز خلافاتهم. يعني عندما ترى بيانات الأحزاب التونسية المعارضة طبعا نتحدث، أو حتى فيها بعض أحزاب الوازنة، يعني نتحدث حتى عن انتقادات داخلية فيما بينها وانتقادات لنفسها، يعني الجميع يتهم الجميع، وهذا في الحقيقة يعيق. يعني أنت لاحظ جيدا مثلا ربما أنا في يعني لاحظ في مثلا حتى في مسألة 25 جويلية 2021 والذي حصل في 25 جويلية 2021، يعني هو الرئيس قيس سعيد استفاد من ذلك الانقسام الكبير الذي كان موجود داخل الطبقة السياسية وذلك الترذيل الذي طبعا كان التونسيون يشاهدون ذلك المشهد. الآن ربما بعد سنتين لاحظنا أن بعض الأطراف السياسية ربما راجعت مواقفها، ولكنها لم تستطع إلى اليوم أن على الأقل تتوافق على الحد الأدنى السياسي، وهناك صراعات شخصية يعرفها الجميع في تونس بين قادة الأحزاب، صراعات إيديولوجية قديمة يعني لم يستطيعوا تجاوزها، رغم يعني أن تونس تقريبا والشباب التونسي لديه تطلعات وآفاق أخرى ليس معنيا بصراعات أجيال الستينيات والسبعينيات حول يعني المعركة بين القوميين والإسلاميين أو بين الدساترة والإسلاميين أو بين الشيوعيين والقوميين أو معركة يعني ما هو أحداث المنشية أو صراع تروتسكي مع أنور خوجة أو صراع منها مش عارف أنا بين ستالين وتروتسكي. يعني اليسار منقسم إلى أكثر من فرقة، الأحزاب الاجتماعية وما يسمى بالأحزاب الوسطية والاجتماعية نفس الشيء كذلك ليست متفقة فيما بينها.
يعني حتى يعني اللي هو أكبر حزب اللي هو حزب حركة النهضة الإسلامية نفس الشيء، يعني منتقدوه يقولون أنه إلى الآن لم عجز عن تنظيم مؤتمره. مسألة أخرى كذلك، القادة هذه الأحزاب، يعني أنت لاحظ حتى في الجبهات الخلاص الوطني، مجموعة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، نفس الشيء كذلك الحزب الدستوري الحر وهو أحد مكونات المعارضة، يعني تقريبا هذا يعني اللفيف من الأحزاب يعني بقي إلى الآن عاجزا عن التوافق حول الحد الأدنى. إذن بالتالي هنا من سيكون أكبر مستفيد من كل ذلك؟ بالطبع السلطة ستكون أكبر مستفيد من هذا. أنت أستاذ بولبابا، أنا أختم معك، ولكن يعني فقط أريد تعليق منك عندما قلت للسلطة حساباتها. هل حسابات السلطة هي بعيدة عن حسابات الدولة؟ هل هي بعيدة عن حسابات الشعب؟ هل هي بعيد عن حسابات الاستحقاق الاجتماعي؟ في دقيقة لو سمحت. لا بكل تأكيد، يعني هنا مثلا الرئيس قيس سعيد يعني يوم 25 جويلية 2021 أطلق مجموعة من الوعود، والكثير من هذه الوعود لم تتحقق. يعني نتحدث هنا على الصحيح أن الوضع كان سيئا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي قبل 2021، ولكنه الآن ازداد سوءا. يعني هناك غلاء كبير في الأسعار، هناك ندرة في بعض المواد الأساسية، هناك أزمة يعني حقيقية على المستوى الاقتصادي، نفس الشيء كذلك تزايد موجات الهجرة غير الشرعية. يعني لا يوجد أفق حقيقي أمام الآلاف من الشباب هنا حول مسائل التشغيل، حول مسألة التنمية، حول مسألة مثلا تغيير المنوال التنموي، حول مسألة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات، يعني تقريبا لم يتغير شيء. وهذا يعني لو نقيم ربما المسألة التي يمكن أن نشير لها ربما أنه استطاع الرئيس قيس سعيد ربما كبح جماح ونفوذ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يفرض ما يريد في العشرية السابقة، وهذا تقريبا نقاش وقع طويل جدا، تحجيمه بصورة كبيرة. وهذا سؤال ونقاش طويل جدا. هل لصالح من هذا كما ذكرت كبح جماح الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أشكرك أستاذ بولبابا سالم، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس. شكرا لك أستاذ بولبابا. الشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ. لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.